اذهب ايضا الى ولايه بنسلفانيا، حيث السيد ناجي مطوش عضو الحزب الوطني، حزب الحزب الديمقراطي الامريكي. ناجي مطوش، استاذ ناجي اهلا وسهلا بك يا فندم. اهلا يا استاذ سامع، اهلا بك. وسهلا يعني يبدو جميعا. انه يوم مختلف في تاريخ الولايات المتحده الامريكيه، حتى الاستاذ هاشم كان يقول بانه هذا اليوم كان بمثابه احتفاليه ينتظرها الامريكيين بل والعالم على مدار كل 4 سنوات. الان هذا العاصمه الامريكيه واشنطن تتحول الى ثكنه عسكريه، يعني تداعيات هذا الامر على الاداره الامريكيه القادمه، اداره رئيس جو بايدن، وكذلك تداعيات هذا الامر على الحزب الجمهوري في المستقبل، خاصه ان الجميع الان يتحدث عن انشقاقات كبرى داخل الحزب. هو طبعا زي ما تفضلت حضرتك ان امريكا بتمر باوقات غير مسبوقه، ان العاصمه الامريكيه بتمر باوقات غير مسبوقه، ولكن ده ليس يعني يعود الى الظروف الحاليه في العمليه الانتخابيه فقط، ولكن طبعا احنا ما ننساش ان الجائحه اللي بتجتاح امريكا النهارده اللي تسببت في وفاه اكثر من 400,000 واصابه الملايين، صحيح، دي برضو كان لها ظلال. اما بالنسبه للعمليه السياسيه طبعا اللي حصل غير مسبوق ايضا في عمليه الاعتداء على المقر التشريعي للكونجرس في يوم 6 يناير، ده كان امر غير مسبوق، ولكن امر غير مسبوق ولكنه سوف يحتوى. يعني كون ان يبقى في اجراءات امنيه مشدده نظرا لمعلومات استخباراتيه جت الى الادارات الامنيه بان هناك في اعمال تخريب، طبعا الخطاب بتاع الرئيس ترامب الحقيقه كان خطاب نخبوي، وكان خطاب ارتفعت فيه نبره العنصريه. نخبوي ام شعبوي استاذ ناجي؟ لا، هو احنا نقول نخبوي لانه شعبوي، لانه هو لو شعبوي الشعب الامريكي عامه شعب طيب وشعب الحقيقه، لان امريكا يعني امريكا قامت على فلسفه الهجره، هم يعني المهاجرون هم الذين اقاموا الولايات المتحده الامريكيه. هو خطاب نخبوي مش بمعنى النخبه، خطاب نخبوي بمعنى الجماعه، يعني هو بيخاطب جماعته، جماعه من الجماعات اليمينيه المتطرفه. احنا قلنا ايه، بشبه ايه؟ يعني منظمة كي 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 ده هي اللي هي كانت في الأصل، أنا بشبهها مثلا هي دي زي مثلا بتمثل عندنا في الشرق الأوسط منظمة القاعدة. انبثق منها جماعات أشد تطرفا، زي مثلا القاعدة انبثق منها داعش ونصرة الإسلام والجيش يعني الإسلامي. فهي الأساس فيها كانت إن في جماعة يمينية متطرفة لها فعلا اهداف ولها ايديولوجيه معينه ولكنها كانت نائمه. فالخطاب النخبوي كان للرئيس ترامب الحقيقه للجماعه اثار فيهم وايقظ فيهم العنصريه الشديده. بالنسبه ان شاء الله للفتره القادمه هنشهد فيها برضو بعض الانشقاقات ما فيش شك، وهيظل شبح الرئيس ترامب على البيت الابيض وعلى العمل السياسي لا شك الى فتره طويله لن نستطيع ان احنا نتخلص منه، ولكن امريكا قادره على ان هي تستعيد عافيتها. امريكا قادره على انها تستعيد عافيتها. الانشقاقات اللي حصلت برضه في الحزب الجمهوري، احنا برضه مش عايزين ان احنا نقول ان الحزب الجمهوري كله سيء، لا طبعا. والحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي هما عنصران يتكاملان لصالح العام المفروض لامريكا، ولكن هناك حسابات سياسيه عند الاطراف بتجعلهم ان هما يتطرفوا هنا او هناك. النهارده الحزب الجمهوري منشق فعلا الى 3 اقسام، يعني في قسم محافظ وفي قسم تقليدي وفي قسم النهارده بيتبع بشكل اعمى الرئيس ترامب، ودي احنا يعني هنفاجئ في الفتره القادمه دي بعد الكشف عن العناصر اللي تورطت من اعضاء الكونجرس من الحزب الجمهوري في احداث الشغب اللي حدثت والاعتداء على الكونجرس. النهارده تم القبض على مسؤول كبير في ولايه نيو مكسيكو، المسؤول ده لم يفصح عنه حتى الان، ولكن ثبت انه على صله وعلى في تواطؤ بينه وبين بعض القيادات الامنيه وبعض الاعضاء الحزب الجمهوري. دي هيترتب عليها طبعا انشقاقات وهيترتب عليها جدل كبير في الشارع الامريكي وفي الحياه السياسيه الامريكيه مما لا شك فيه، ولكن احنا عايزين ننظر برضه النظره الايجابيه اللي حصل. النظره الايجابيه اللي حصل ان هي بتؤكد ايه؟ سياده دوله القانون، سياده دوله الدستور، سياده دوله المؤسسات.
مهما حدث ومهما جرى يقال ان الديمقراطيه جرحت. انا اقول لا، الديمقراطيه ما جرحتش ولا حاجه، لان احنا لسنا في دوله ملائكه ولسنا في مجتمع ملائكي، وكل مجتمع فيه الصالح والطالح، وكل مجتمع من الممكن انه يتعرض لهذا. واحنا شفنا في المانيا لما اعتدوا على البونستاج اللي هو البرلمان الالماني اثناء اعتراضهم على اجراءات العزل لجائحه كورونا. فدي امر من الممكن جدا اي دوله قويه انها تستطيع ان هي تتعافى من هذه الامور. وان المهم في الموضوع النهارده احنا بنشوف عرس ديمقراطي حقيقي، ان القانون هو اللي ساب، ان الديمقراطيه فعلا هي اللي سادت، ان صوت الشعب هو اللي تحكم في ان هو يدخل رئيس ويخرج رئيس اخر.